جوهرة اف ام، جوهرة اف ام، الدنيا وما فيها. صورة سوريا هبطت في الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية بين الدكتور رضا شرف الدين والسيد سليم الرياحي، بالرغم من نعرف العلاقة متوترة جدا في الأيامات الأخيرة، وبالرغم أنه رئيس النادي الإفريقي يعني في بلاغ رسمي رفع قضية ببعض لاعبين النجم الرياضي ساحل البكري، كنا لمحنا لعمار جمل وبعض اللاعبين الآخرين، لأنه ما سماش هو في البلاغ، ما جاش اسم لاعب معين، لكن قال اللاعبين اللي هبطوا الفيديو هذا باش النادي الإفريقي شاكي بهم رسمي. البارح شفنا سيريدا مع، هل يعني أنه انتهت العلاقة المتوترة وعاد الود إلى ربما بين الطرفين، بين رئيس النادي الإفريقي والنجم الرياضي الساحلي؟ فسرنا أكثر لأنه شفناها وخذت حجم كبير الصورة هذه. أنت نسيت حاجة، أني يعني فما 200 محامي نسيت حاجة، أولاً نشكو مجاني قبل ما يشكيوا عمار جمال، ورغم ذلك شوف وصارت جميع المحاولات قبل باش يصير التقارب مي البارح المش أقول لك، وهذه طبيعتي برشا الناس بتاعت الموالية، أنه شفت في الحملة أنه خذت منهج أكثر وخذت حجم أكثر من لازم كإنسان، صدقني فاني هيك كإنسان ما نتنجمش شخص واحد كالحملة كثرت أكثر من لازم، خلتني في وقت معين تضعم وماله إلى رئيس جمعية، رئيس جمعية يعني رئيس النجم، ننسى روحي كرضا شرف الدين وهو سليم الرياحي، ينسى روحه كشخص رئيس النجم الرياضي الساحلي ورئيس النادي الإفريقي أو بالليغاتوار مو يلقوا رواحهم في منصة رسمية رئاسية يلزم يسلموا على بعضهم. وهذه بالنسبة لي يعني تصوري للأشياء، رئيس جمعية كيما النجم الرياضي الساحلي ولا كيما النادي الإفريقي ما ينجمش يكون شخص عادي، ما هاش زوز عباد تعركنا في قهوة ولا تعركنا في كذا باش نتصرفوا تصرف هكا، ضرورة الموقف. وكإنسان صدقني هاو نقولها لك رغم اللي صار الكل ورغم اللي قالوا فينا الكل، كإنسان ضمنت معه لأنه خذيت منهج أكثر من ما هو مسبوح به، دونك سلمت عليه كرئيس النجم الرياضي الساحلي كإنسان. صار حديث بيناتكم مثلا هكا؟ قلت له إلا أني خاطر نشوف اللي بتواطى من مسؤولي ولا كذا، اسمه بري ما هو صحيح، ما هو صحيح، وسي فوزي يعرف وموجود وهو بدون ما يحبش. حاب نزيدك، احنا متواجدين في جرزيس قاعد بحدي سي فوزي وهما مشكورين برغم الظروف الصعيبة متاع المقابلة، وجمهورنا دخل بعدد محترم، في الهدف الثاني بدأ يغني في أغنيات مش باهية، قولوا ها وانا نقولها نداء احنا مشين وضياف وكذا ورابحين، شنو الموجب؟ ما فماش موجب. اي با سي فوزي وكذا مشيت في اخر في بعد قلقين على المقابله، ولينا زوز اثنين بواحد ومازالت المقابله ما تحسمتش، بعد في الثلاث تحركت من بلاصتي ومشيت للجمهور باش نفكروا الحجر قدك. هذا هو المسؤول، مسؤول هو كيك، ما ينجمش يكون مسؤول اخر. دونك بالنسبه لي يعني تصرفي رئيس النجم الرياضي الساحلي مع رئيس النادي الافريقي، احنا مش نمشيو كاشخاص، مي الجمعيتين الزوج مش يقعدوا، علاش تحبني يعني نشارك في وحدات ولا مش مقتنع؟ جوهره اف ام، جوهره اف ام، الدنيا وما فيها.